خلينا بقى نروح لأسئلة المشاهدين برضو، لأن لازم نرد. احنا كنا قايلين للناس وعدينهم أي سؤال هيجي هنسأل دكتور دينا عليه. إيمان أحمد بتقول صباح الخير، كنت عاوزة أسأل دكتور دينا إيه سبب رائحة النفس الكريهة، كنت عاوزة أعرف هل ممكن ألاقي ألب مالتي فيت في شرم الشيخ؟ رائحة النفس الكريهة ممكن يكون في أمراض في اللثة، لكن لو هتكلم اني ما عنديش مرض يبقى ناقص حاجتين من الفيتامينز. فيتامين د يا جماعه مهم جدا، عشان كده بقول نتعرض للشمس 10 دقائق بالصن بلوك بتاعنا يوميا، والكالسيوم لازم نتاكد ان فيتامين د والكالسيوم موجودين بطريقه كافيه، لان وقتها ممكن السنان تتكسر، ممكن الاكل يتحشر. صح. مع السنان اللي تتكسر هتعمل بكتيريا فهيطلع ده. في ناس متجوزه بكتير بتعاني من الموضوع ده، يعني الموضوع سنسيتيف ان هم يحكوا لبعض وحد حكى التاني يزعل وحاجات زي كده. لا بس فعلا ما لا يعني موضوع طبعاً. في غايه الاهميه طبعاً. ولازم نخلي بالنا، ده حاجه ليها علاقه بالهايجين يعني.